رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح مجموعة كبيرة من الشباب في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها المملكة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا غير مسبوق من قبل الشعب البحريني، وشكل الشباب البحريني في هذه العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفاعلة كمرشحين وناخبين دليل دامغ على وعي الشباب بأهمية المرحلة المقبلة ودورهم الحقيقي في قيادة البلد نحو المزيد من التقدم في مختلف المجالات والمشاركة الحقيقية في صناعة القرارات التي تهم البلد في المرحلة المقبلة. وأضاف سموه إن المتتبع للنتائج النهائية للمجلس النيابي والمجالس البلدية يدرك تماما حجم التمثيل الشبابي في المجلس النيابي والبلدي، والذي يثبت بصورة قاطعة ثقة المجتمع البحريني بالكوادر الشبابية وقدرتها على الإبداع والتميز في المجال النيابي وقيادة البلد نحو المزيد من التقدم والازدهار في مختلف المجالات. وقال سموه إننا نتطلع من المجلس النيابي والبلدي العمل بروح الفريق الواحد مع بعضهم البعض من أجل سن التشريعات والقوانين وتقديم المقترحات التي تساهم في النهوض بقطاعات المملكة وتهتم بالمواطن ومتطلباته، وتسير بالعملية التنموية البحرينية إلى آفاق رحبة من التطور والنماء. وأعرب سموه عن الاعتزاز بما شهدته العملية الانتخابية في المملكة من نزاهة وشفافية واضحة، بالإضافة إلى المشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاقتراع والتي بلغت 67% في سابقة تاريخية مهمة. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن النجاح الذي تحقق في الجولة الأولى والجولة الثانية من العملية الانتخابية جعل من المملكة محط اهتمام العالم الذي ينظر بكل إجلال وتقدير إلى التجربة الديمقراطية البحرينية وإرادة القيادة الرشيدة وشعب البحرين الذي كان حريصا على ممارسة حقه الانتخابي، وجسدت روح الانتماء والولاء للوطن وحرصه على إعلاء شأنه، مشيرا سموه بتواجد الشباب ومساهمتهم في دعم مسيرة التنمية في المملكة عبر بوابة الديمقراطية.